دكتور مراد يزيد جينيكولوج. هاد السيده جاتنا من مالي إليا 5 سيمين، جات 25 سيمين. نونا في لو تريتمون بور باش نوصلوها حتى 30 سيمين، سي تادي 7 موي ومي. وصلنا الى في ان انديكاسيون ايرجونت باش خصنا نديرو لا سيزاريان. علاش؟ لانها كومونسي ا كونتراكتي، عندها بزاف د السحمات، دونك مايمكنناش نتسناو. دونك هنا لا سيزاريان دازت مزيان. اوكور لا سيزاريان ديكوفير دو جي مزايدين، دونك اون ايتي بليتو كو 7 اون ايتي اريفي ا 9. الحمد لله لي بيبي اي سوبورت بيان. دكتور علوي يوسف، طبيب اخصائي في الانعاش والتخدير، مدير مصحه الدار البيضاء عين برجة. العمليه القيصريه تكلت بولاده 9 توائم، 5 اناث 4 ذكور. شحال ديال الوقت ولدات؟ تقريبا بان العمليه القيصريه ولدات سي عابيد خرجوا لي بيبي تقريبا 10-15 دقائق، لي بيبي خرجوا كاملين. من بعد الخروج ديالهم تكلفوا بهم الاطباء الخداش اللي كانوا طاقم ديال ثلاثه، ومعاهم تقريبا حد 14 طاقم شبه طبي اللي تكلف بغابيدو وخادوهم اون شارج وتكلفوا بهم في الانعاش وكلشي. الدكتور مصيف خليل، طبيب اطفال انعاش مواليد. دونك الوليدات اللي هنا في بريماتوري راهم الحمد لله في حاله مزيان مستقره لحد الساعه، الحاله مستقره. دونك من بعد اون فيغا ان شاء الله بشويه بشويه شنو كاين. بيان سور هذا سي ان بريماتوري، دونك ولا بد كاين الخطوره على سميتو، اسعافات غتكون كثيره وكبيره، دونك لي مويان بزاف، دونك كاين الخطوره. بس هذا بادي بانهم زادوا دابا عندهم 30 اسبوع، الوزن ديالهم صار ضعيف بزاف، دونك غادي يخص واحد شويه ديال الوقت باش سميتو، وان شاء الله كل نهار ونهار اون فيغا. لحد الساعه مزيان الحمد لله. شحال ديال الوقت خصهم يبقاو فيك؟ هذا خصهم واحد 8 ولا 9 الاسابيع على الاقل.